أهلا بكم وأبراج هذا اليوم الأربعاء الموافق العاشر من كانون الثاني يناير 2024. الآن القمر في موقع سيء في برج الجدي ويقترن مع كوكب المريخ. طبعا اقتران المريخ مع القمر في برج الجدي تحديدا أو في العذراء تحديدا هي مؤشر إلى يعني الزلازل، الفيضانات، الأعمال، ربما الطبيعة التي ربما قد تكون غير مسيطر عليها، وبالتأكيد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إذن مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية 181. طبعا هذا المولود يملك الإدارة والإرادة وأيضا التحكم بالآخرين، وهو مثابر قوي شديد ربما، وقد نجد قليل الأصدقاء. إذن الحمل هذا اليوم للأسف الشديد ليست الأمور جيدة، قد نبدو بحالة من العصبية، قد يتم الكذب علينا في إيصال أخبار كاذبة، لنا نتوخى الدقة في هذا الموضوع، وأيضا أن لا نندفع كثيرا في المواجهات مع الآخرين، قد تتطور الأمور إلى وضع سيء. الثور وضع جيد لكن نتلقى اتصالات يعني متنوعة متعددة، البعض ربما يقوم بسفر، قد يكون سفر يعني مع آخرين لكن هو ليس بأريحية عالية. أيضا في مجال الدراسة عليه أن ينتبه لهذه النقطة وأن يستعد بشكل جيد جدا لها. الجوزاء أيضا ربما لا ننصحك هذا اليوم بإجراء تداخل جراحي تجميلي، وأيضا إذا لم تكن مضطرا لتداخل جراحي عليك أن تبتعد عن هذه الأمور. انتبه لنوعية طعامك هذا اليوم، أيضا إذا كنت تقود يعني مركبتك في المسافات بعيدة على الطرقات السريعة احذر، وأيضا احذر عندما تحمل أشياءك الثمينة، قد هذا اليوم تنساها في مكان معين أو تتعرض للتلف أو السرقة. أصحاب برج السرطان قد نواجه الشريك بدون أسباب معينة، وقد ينشب نزاع ربما للأسف الشديد عبر أمور سطحية، لذلك انتبه وحاول أن تحافظ على هدوءك هذا اليوم إن استطعت طبعا ذلك. الأسد نبدو في حالة من الانهماك ونتحمل مسؤولية ربما، والبعض ربما قد يغادر مكان عمله، البعض الآخر ربما أيضا قد يتحمل أعباء إضافية، لذلك عليك أن تكون حذر جدا خلال هذا اليوم، وخصوصا ليعانوا من أمراض مزمنة، بالتالي انتبه لنوعية طعامك مساء هذا اليوم. العذراء الأجواء تبدو جيدة لكن قد نبدي نوع من الشدة مع أبنائنا مع الأطفال، والبعض ربما يعني علي أن ينتبه لنوعية التعامل مع الآخرين وخصوصا الأطفال، والبعض ربما قد أيضا يتعرض إلى نوع من الخسائر المالية. الميزان مع العائلة هذا اليوم يجب أن يكون لطيفين، وأيضا أن نقضي وقت أطول وأن نتحمل طلباتهم، وأيضا هذا اليوم أن لا نكون منتقدين، والبعض ربما يشتري عقار لكن أنت تختار وقت ليس بالجيد. العقرب العلاقات ربما كثير من الاتصالات تردنا، البعض ربما يصل اتصال قد يزعج نتيجة أنه يعني يكتشف لاحقا أنه أخبار، هذه الأخبار ليست فيها مصداقية، قد نوعد هذا اليوم لكن لا يتم تنفيذ هذه الوعود، لذلك نكون محافظين على هذا الموضوع. القوس مصروفاتنا المالية هذا اليوم تزداد ونشعر هناك ميزانية تتعرض إلى الكثير من الإرباك نتيجة المصروفات العالية. حذاري هذا اليوم أن توقع مع عقد رسمي مع شركة ربما أو مؤسسة أو مع شريك، ليش؟ لأنه هذا العقد قد لاحقا يسبب لك أضرار كبيرة. الجدي على الرغم أنه اليوم نستعيد طاقتنا لكن نبدو ثائرين متمردين مزاجيين، وقد نتعرض للانتقاد وقد ننتقد الآخرين، وأيضا حذاري جدا هذا اليوم من التوقيع ربما أو شراء منزل. الدلو وقت سيء، ربما نشعر صحيا لسنا بحالتنا الجيدة، حذاري من إجراء تداخل جراحي إذا لم نكن مضطرين، حذاري طبعا من أنه أيضا ربما اللي يعانون من مشاكل صحية مزمنة، في جانب ربما هذا اليوم يعني الطعام يجب أن لا يكون في أوقات متأخرة. أخيرا أصحاب برج الحوت قد يعني نتلقى دعوة من أحباء وأصدقاء لكن ربما الظروف ما تساعدنا، فقد نعتذر عن هذه الدعوة، قد أيضا يعني البعض الآخر ربما يتعرض لنوع من الانتقاد، البعض الآخر أيضا يحاول قدر المستطاع أن يرضي الآخرين، وبالتالي حاول أن تكون على طبيعتك وأترك هذه الأمور إلى وقت أفضل كي لا تشعر بنوع من الانزعاج النفسي. أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.